وينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور، بعد التحية، إذن ما هي أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها وطرحها في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر إقامته غدا؟ أهلا بك يا دينا. النقاش بكرة هيكون حوالين أمرين اثنين. الأمر الأول، ايه هي الامور اللي تسببت في استغراق عام حتى يتم التجهيز لهذه الجلسة؟ يعني ماذا فعلنا خلال عام مضى او خلال تقريبا 11 شهر؟ وايه اللي استغرقناه وانجزناه وسبب بين قوسين كده او بين هلالين في رأي البعض تعطل الوقت للحوار؟ ايه اللي تم انجازه خلال هذه المده؟ طبعا في الشق دوت هيتم التطرق الى ال 22 لجنه تقريبا، ال 22 اجتماع تقريبا اللي عقدهم مجلس الامناء، من اول وضع اللائحه حتى اختيار القضايا واختيار مقربي الجلسات واختيار اسماء المشاركين والقضايا الفرعيه للمحاور الثلاثه. احنا عندنا ثلاث محاور، محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي، وداخل كل محور لجان. مجموع اللجان في الثلاث محاور 19 لجنه، وكل لجنه من هذه اللجان في قضايا فرعيه. فيما هو مجموعه حوالي 113 قضيه فرعيه. ده الشق الاول. الشق الثاني اللي هيتطرق للجلسه غدا اللي هي هتكون شبه احتفاليه بدايه الحوار، هو ايه اللي ممكن يتوقع من الحوار من حيث المدى الزمني ومن حيث المفرجات اللي هيخرج بيها وهينتهي اليها في خلال الاسابيع القادمه، اللي هو متوقع انها تكون تنتهي قبل البدء في الاجراءات الرسميه لانتخابات الرئاسه 2024. نعم، بخصوص حديثك دكتور عمرو عن المتوقع من هذا الحوار، هل اذا من ملفات او مقترحات جديده تقدم بها المشاركون بعد اختتام الجلسه التحضيريه الاخيره لمجلس الامناء؟ طبعا في مقترحات. كل المشاركين اللي موجودين او القوى الاساسيه الرئيسه المشاركه في الحوار، سواء اذا كانت ممثله في مجلس الامناء او غير ممثله في مجلس الامناء، وضعت تصورات لهذه القضايا اللي كانت 19. يعني وضعت معظمها تصورات تصوراتها بالقضايا، الامور الخاصه بالصناعه، بالتجاره، بالنظام الانتخابي، بالحريات العامه، بالنقابات المهنيه والعماليه، بالمحليات، بالدين الخارجي، بالسكان، بالاسكان، بالاستثمار، بالتضخم. كل هذه القضايا المشاركين الرئيسيين من القوى السياسيه المختلفه وضعوا تصورات بيها اللي هتم طرحها في مع بدء الحوار بشكل عملي يوم الاحد القادم. نعم، خطوة هامة وجديدة بالطبع للجمهورية الجديدة. شكرا جزيلا الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.